أهلا بحضراتكم مرة تانية. قمة السيسي ترامب حملت الكثير من التصريحات الهامة وأيضا من الأجواء الإيجابية، وصفت من الصحف الأمريكية منذ وصول السيد الرئيس بالمؤشرات الإيجابية. والحقيقة أنه هذا الوصف استمر بعد انتهاء هذه القمة بأنه كان هناك كيمياء ما بين الرئيسين، وفي نفس الوقت كان في أجواء جديدة، أجواء مختلفة، فصل جديد في العلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. هذه العلاقات أصبحت الآن قائمة على التوازن، على ما يبدو بناء على ما طرح من ملفات ومن قضايا هامة بتمر بها المنطقة. نقرأ التصريحات دي وأهم ما جاء أيضا في هذه القمة مع ضيوفنا في الاستوديو. برحب بأستاذ ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك أستاذ ضياء. ودكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني هبدأ مع حضراتكم بتعليقاتكم عن القمة بعد متابعتها. هبدأ مع حضرتك أستاذ ضياء. قريت لحضرتك أنه يعني شايف أنه المعادلة دلوقتي أصبحت فيها شكل ونوع من التوازن. يعني طبعا أكيد الناس في مصر كتير من الدول العربية وعلى المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي متابعين أول قمة لرئيس عربي مع الرئيس الأمريكي الجديد. يعني دي أول ريكورد لازم نسجله، ده أول رئيس عربي يلتقي بالرئيس الأمريكي المثير للجدل حتى الآن دونالد ترامب، وإن هذا اللقاء يأتي بعد بالضبط 44 يوم من دخول الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض، من 20 يناير أو 54 يوم عفوا، من 20 يناير ل 3 إبريل. وبالتالي في درجة من الاستعجال، في درجة من الإلحاح، في درجة من الضرورة لإلقاء هذا اللقاء، اللي هو لو لم تكن هناك دوافع موضوعية بالإضافة إلى ما ذكر في وكالات الأنباء وفي المحللين، ويمكن كانت الأسوشيتد بريس النهاردة هي اللي كاتبة ده، إن عايزة بتقول يعني في عنوانها كيف ستتحول الكيمياء بين الرئيسين إلى إجراءات، يعني عايزين يشوفوا التحول الشخصي هينعكس ايه سياسي. هي قالت كمان انه بالرغم انه في يعني اختلاف نوعا ما ما بين الرئيسين، الا انه في لغه من الواضح انها متشابهه في الحوار. مظبوط. وبالتالي على مستوى المؤشرات من هذا النوع القمه شيء كبير ومهم وضروري في هذه اللحظه، ضروري مش بس زي ما البعض بيرى او بيعتقد، وهو جزء من الحقيقه انه ده تأكيد لمكانة مصر ونظام الحكم فيها، ده جزء، لكن الأهم وما سينعكس من هذه القمة من تداعيات ونتائج على القضايا الرئيسية اللي تم المناقشة فيها. القمة بداية وليست نهاية. أيوه، عشان بس لا نبالغ في بداية الإيه بقى؟ بمعنى القضايا الرئيسية اللي ناقشتها القمة، وده يمكن هيبقى مجال الحوار اللي هنتكلم فيه. طبعًا العلاقات الثنائية جزء مهم، عندنا قضية الإرهاب وعندنا القضية الفلسطينية، دول القضايا الثلاثة الرئيسية اللي قطعا زي ما تواتر من أنباء تم المناقشة فيهم. الثلاث قضايا بما فيهم العلاقات الثنائية هي قضايا لن تنتهي في نقطة، هي قضايا بطبيعتها ماشية في خط، الخط ده خد مرة مشي باستقامة، مرة مشي بتعرج، مرة حصل ان الخطين المصري والأمريكي انفصلا عن بعضهما في اتجاه أو آخر. وبالتالي ميزة هذه القمة بهذا الشكل وهذا الدرجة من التوافق النسبي في الرؤية وربما في اقتراح الحلول، إنها بتدفع إلى مزيد من العمل. إحنا عندنا قضية معقدة، القضية الفلسطينية مش قضية هتتحل في قعدة ولا اثنين ولا عشرة، دي قضية عمرها من دلوقتي السنة دي من وعد بلفور لها 100 سنة، 100 سنة بالضبط، ولسه ما خلصتش. قضية الإرهاب كل مرة بنشوف شكل متحور وجديد من الإرهاب من ساعة ما انطلق أول يعني تجلياته هنا في مصر في نصف السبعينيات، وشوفنا على المستوى الدولي شكله مرة القاعدة ومرة شكله داعش، مرة في أقاليم، مرة أطاح بدول. وبالتالي ما سيأتي من إجراءات ما بين مصر والولايات المتحدة، ما بين مصر ودول الإقليم، ما بين الولايات المتحدة ودول الإقليم هو الأهم. وأنا رأيي أنه دائما إحنا يستحسن أن نفكر طول الوقت مش في النقطة اللي بدأنا منها، النقطة اللي هنصل إليها وتبقى واضحة في ذهننا سواء على المدى القصير، المدى المتوسط أو المدى البعيد، ونحدد ما بين قوسين الواجبات اللي مفروض تتعمل من جانبنا
ننتظر ما سيفعله الآخرون، لكن نحدد بدقة ما يجب أن نقوم به نحن في ملفاتنا اللي احنا مشتركين فيها في الرؤية مع أمريكا إزاي نعالجها. لأنه برضو ودي آخر جملة قبل ما تروح حضرتك تتكلم مع الدكتور طارق، أنه لا يجب أن نتخيل أبدا أنه مصر دولة بهذه المواصفات الحالية، لها هؤلاء الخصوم في الإقليم أو في خارج الإقليم، ولها خصوم داخل الولايات المتحدة الأمريكية في دوائر بعينها، يمكن أن تترك العلاقة الطيبة اللي بدأت النهاردة مع الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي لحالها. هيبقى في عثرات في الطريق، هيتقابلها اكيد، تلغيم في الطريق، تفخيخ ومحاولات، ايوه صحيح. محاولات يعني لتعكير صفو يمكن ما حدث زي ما بيقول استاذ ضياء. دكتور طارق، كان في روح مقربه في قضايا بعينها زي التصدي للارهاب وما ابدته واشنطن من نوايا للتعاون في تصدي مصر للارهاب، وتعاون مشترك ما بين البلدين، وايمان كان واضح من قبل امريكا بما قدمته مصر لمواجهه الارهاب. شوفي، طبعا الطبيعي انه قضيه الارهاب تفرض نفسها لاعتبارات كثيره، ربما الاداره الامريكيه يعني الجديده بتصيغ فكره الارهاب والتعاون المشترك مع الحاله المصريه، على اعتبار ان مصر نموذج لمكافحه الارهاب، وهناك تاكيدات حتى قبل ان يصل الرئيس الامريكي الى الحكمه بالتعاون بين مصر وامريكا وايضا الاردن بطبيعه الحال. لكن اليوم انا لا اختزل منظومه العلاقات المصريه الامريكيه في قضيه واحده، يعني ربما يكون لو انت بتعملي تحليل مضمون للكلام اللي قاله الرئيس الامريكي اليوم، هو قضيه الارهاب منطلق رئيسي لفهم طبيعه العلاقات المصريه الامريكيه في المرحله المقبله. لكن عايز يعني اشير نقطه مهمه قوي، انه هذه العلاقات علاقات معقده للغايه، وعلاقات فيها ملفات شائكه، صعود وهبوط بطبيعه الحال، لكن فيها ملفات شائكه وملفات مسكوت عليها، وفي اطراف اقليميه في هذا الموضوع. يعني لا يمكن ان تتحدث عن العلاقات المصريه الامريكيه بدون ان تدخلي اسرائيل فيها، بدون ان تدخلي الجانب الفلسطيني. اطراف اخرى صاعده في الاقليم تبحث عن دور ينازع مصر، يعني عايز احدد الاسماء بمسمياتها. في جزء من ده مرتبط بانه الملفات لن تقتصر فقط على ملف واحد بعينه، وبالتالي الانطلاقه الرئيسيه انه تبقى بتبني علاقات جديده بينك وبين الاداره الامريكيه في ملف الارهاب لن يكون وحده، لو بتساليني قولا واحدا، هو المنطلق الوحيد لفهم العلاقات. في جزء ثنائي في العلاقات وملفات شائكه تحتاج لتفكيك عناصر بعضها بازماتها. يعني زي ايه؟ تكلمي على مش معونات عسكريه ولا مناورات ولا دي امور في التفاصيل، لكن اليوم احنا في اطار عام للعلاقات يتشكل، اطار عام يتشكل. التفاصيل اللي ممكن حضرتك تتناقشي فيها دي بطبيعه الحال هتبقى محل تباين وتجاذب. لا الاداره الامريكيه هتقدم لحضرتك شيك على بياض مباشره، ولا انت هتتعاملي مع الاداره الامريكيه بالنوايا ولا بالايه، دون النظر يا دكتور لبعض المصطلحات اللي كانت بتوضح انه في يعني مستقبل في نوع من التنسيق في ملفات بعينها وتعاون، حتى لو حضرتك يعني بتتوسع لما اكبر من ملف الارهاب، كانه مثلا مصر هي الدوله الصديقه في المنطقه، انه بيتحدث بشخصه وليس فقط باسم الولايات المتحدة الأمريكية. شوفي طبعا دي كلمات تقال في إطارها وتقال في لقاء في نوع من الحميمية وفي لقاء من الدبلوماسية والبروتوكول وما إلى ذلك، دي أمور يجب أن نفهم عليها، لكن لن تبنى سياسات واضحة مصرية أمريكية من هذا المنطلق. احنا بنقول ايه اليوم؟ ستترجم كل هذه الحفاوة الى اجراءات نبدأ نشتغل عليها زي ما قال الأستاذ ضياء. هذه الاجراءات محتاجة لإيه؟ محتاجة لإجراءات بناء ثقة، واحد، اتنين، محتاجة لتحديد أولويات، تلاتة، محتاجة ان انت حضرتك تصيغي ما الذي تريديه تحديدا من الإدارة الأمريكية في الملفات الثنائية والإقليمية. الأمر الأهم من هذا هو إعادة تدوير الدور المصري لدى الدوائر الأمريكية. ده مش كلام عام بنقوله، لكن انت محتاجة ان انت تقدمي مصر الجديدة، مصر الدولة مختلفة اللي احنا بنتكلم فيها، بناء عليه تقدري تتعاملي مع هذه الإدارة الأمريكية بهذه الصورة. خلينا نشوف تفاصيل جديدة من واشنطن مع لميس الحديدي، بتنضم لنا مرة تانية، وأخبار جديدة عن الزيارة وعن القمة. تفضلي يا لميس.
بشكرك يا ريهام، بشكر طبعا بحيي دكتور طارق وبحيي صديقي دايره شوان، وانا هطرح عليكم مجموعه من المحاور اكيد ممكن تناقشوها في هذا اللقاء. لكن غدا الرئيس هيلتقي بجلاله الملك عبد الله هنا في هذا الفندق في 9 صباحا، قبل ان يلتقي ايضا بالملك عبد الله طبعا العاهل الاردني، قبل ان يلتقي بمستشار الامن القومي الامريكي، ثم السيد وزير الخارجيه الامريكي، وبعدها يذهب الرئيس الى الكابيتال هيل او الى الكونغرس، حيث يلتقي بميتش ماكونيل اللي هو زعيم الاغلبيه في السنت مجلس الشيوخ، ثم يلتقي ايضا ببول رايان اللي هو السبيكر او المتحدث للهاوس اللي هو مجلس النواب. لكن خلوني ألقي عليكم مجموعة من التحليلات التي بدأت تطرأ من هذا اللقاء، وإحنا هنا بنتكلم على أنه، وأنا متفقة جدا مع كلام الدكتور طارق، أنه هذا ليس شيك على بياض، والكلام الجميل لا يجب أن نأخذه على أنه هو أعظم حاجة، ولكن هذه لحظة تغير في العلاقة، مصر يمكن أن تستغلها للعب دور محوري في المنطقة، ولكن نحن أمام تعهد أمريكي ما سمعناهوش بقالنا فترة، لتعهد أمريكي بحماية الأمن القومي المصري بدعم كامل لمصر، وده كلام ترامب اللي ممكن ان احنا ناخده ونبتدي نحلل في تفاصيله، ولكن احنا ايضا بنتكلم على استراتيجية واحدة لمواجهة الارهاب ومكافحة الارهاب. هل هذا يعني تطابق في وجهات النظر المصرية الامريكية تجاه مثلا سوريا، تجاه ليبيا؟ هو ده اللي مصر محتاجة انها تقدمه كطرح، مصر محتاجة انها تقدم طرحها على تقدم الطرح المصري فيما يتعلق بهذه القضايا. ايضا احنا بنتكلم على تحالف استراتيجي في مواجهة الارهاب وتحالف عسكري، احنا هنا بنتكلم على دعم عسكري غير مسبوق، واظن ان السادة ممكن يفسروا يعني ايه دعم عسكري غير مسبوق، يعني ايه الادوات اللي مصر ممكن تحصل عليها بشكل غير مسبوق. هذه الجمل محتاجة تحليل، ومحتاجة ان توضع في سياقها، ومحتاجة طرح مصري واضح في هذا الاطار. شكرا لميس على المتابعة، وطبعا المصطلحات يعني مطروحة معنا في حوارنا. أستاذ ضياء، إذا كان في تعقيب على مجموعة اللقاءات أولا في هذه الزيارة اللي في جدول أعمال وأجندة السيد الرئيس، إذا ما حضرتك يعني وضحت لنا توقعاتك بالنسبة لهذه المقابلات. يعني طبعا مقابلات اللي قام بها سيادة الرئيس امبارح، وهي مقابلات كلها كانت غير رسميه، اليوم بدات المقابلات الرسميه، امبارح كان في مقابلات خاصه بالشركات الرئيسيه اللي بتتعامل مع مصر، مع جنرال الكتريك، مع لوكهيد مارتن، والجاليه المصريه. النهارده بدات اللقاءات الرسميه، هتستكمل بكره زي ما لميس قالت، مع رئيس الاغلبيه الجمهوريه في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب الامريكي، وزير الخارجيه، مستشار الامن القومي، وبالتالي بتتكلمي مع الاداره الولايات المتحده الامريكيه. يعني الاداره هنا بتنصرف دايما الى البيت الابيض والى الكونجرس والى الوزارات زي ما بنسميها، او بتسمى هناك سكرتير الرئيس او سكرتير الدوله. وبالتالي رئيس الجمهوريه قابل في مجلس الشق الاقتصادي الشركات الرئيسيه الكبيره والعسكري، بنتكلم على لوكهيد مارتن، دي شركه ضخمه جدا، بنتكلم بوينت كمان قابلهم، بتكلم دي شركه ضخمه جدا في الانتاج العسكري ولها يعني استثمارات مهمه في مصر، وقابل طبعا جنرال الكتريك اللي استثماراتها الرئيسيه في الكهرباء وفي الطاقه. وفي الشق السياسي بقى رئيس الدوله، وبنتكلم على الكونجرس، ايوه، والشيوخ النواب، بنتكلم على مستشار الامن القومي طبعا، يعني في ايده ملفات رئيسيه فيما يتعلق بقى بكل الكلام الامريكان الاول، يعني فيما يتعلق بقى بكل اللي قالته لميس، هنرجع عنها شويه. وقطعا وزير الخارجيه له دور رئيسي. وبالتالي الزياره زي ما قلت من شويه هي بطبيعه تعريف الزيارات الرئاسيه في اي دوله في الدنيا انها بتبقى بدايه او نهايه انطلاقه، يعني يا اما بتختتم شيء كبير تم، او بتبدا شيء كبير هيتم. الزياره المره دي بعد سنوات طويله من الانقطاع او شبه الانقطاع في العلاقات المصريه الامريكيه والتوتر، هنعتبرها بدايه وليست نهايه. وبالتالي الرئيس
بلقاءاته الرسميه وغير الرسميه بيقول اهو ادي الابواب مفتوحه. أيوه. الابواب دي تطرق ازاي؟ تبلور ازاي؟ العناوين اللي قالتها لميس عناوين هي اللي احنا كنا بنتكلم فيها مش كده اللي هيبدا فيها الكلام. يعني دعم امريكي عسكري غير مسبوق. ده من حيث المبدا كلام مهم للغايه. وفي دوله غير امريكا يعني دوله ما فيهاش النظام السياسي الامريكي كان ممكن يكتفى بوعد رئيس الجمهوريه. لكن دوله زي امريكا فيها كونجرس لا يكتفى بدعم بعض رئيس الجمهوريه لانه لا يملكه وحده فلابد ولا يعمل بمفرده ولازم موافقه من الكونجرس على هذا الكلام. فبالتالي لقائه مع رئيس الامريكيه الجمهوريه في الشيوخ ورئيس النواب ده في الاتجاه ده لانه هذه الخطوه لسه بالبلدي كده هتتفصص في الجانب الكونجرس في الكونجرس. يعني مش مجرد احنا بنقول ارقام واحنا قاعدين 13 مليار دولار خلوهم 1.5 ممكن يخلوهم 2.2 بس مكوناتهم ايه؟ احنا بناخد سلاح مش بناخد فلوس. وبالتالي دي امور اللي هي من هنا نبدا في هذا التفصيل. موضوع الارهاب ربما يحتاج ان احنا نتكلم فيه بشكل يعني اطول شويه لكن يعني هتوقف هنا لانه محتاج الحقيقه ناخده خطوه خطوه لان موضوع الارهاب هو في رايي في درجه تعقيد التعامل مع القضيه الفلسطينيه. يعني القضيه الفلسطينيه فيها تعقيدات كبيره لكن في معظمها مفهوم. حضرتك هنا تقصد انه الملفات مشتركه ومعقده متداخله جدا وهتحتاج مننا الى بالبلدي كده برضه بوضوح ضبط ايقاع مصري واضح لما نريده وما نستطيع ان نقدمه. قضيه الارهاب والقضيه الفلسطينيه زي ما ممكن يكونوا طوق نجاه ممكن يكونوا بحر نغرق فيه. وهي مش ليها الاولويه يا استاذ ضياء بالمعنى العام. بس هنتعامل معاها ازاي؟ هو ده السؤال. واحد في القضيه الفلسطينيه مثالا وهنرجع بالتفصيل مع دكتور طارق ومع حضرتك مثالا القدس عاصمه مصريه ولا لا؟ حل الدولتين كل دي عناوين تحت العنوان العريض الارهاب. صحيح. هل المجموعات المناهضه للنظام السوري كلها ارهاب ولا لا؟ احنا هنقول طيب وهقول لا وهكذا. خلينا نكمل حوارنا بعد الفاصل. توقفنا عند القضيه الفلسطينيه كانت لها الاولويه ايضا النهارده في هذه القمه. خليكم معنا.